هو حدث في عالم فلسطين تقول ان لا وفاء الا للقدس وشهداء القدس. المكان امام قاده الفصائل وامام عدسات الكاميرات. ياتي يوم القدس ليؤكد ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه، وانها قضيه تعاني وانها قضيه تعني حاضر الامه ومستقبلها ومصيرها واجيالها الاتيه. وهو تاكيد على مسؤولية الأمة التاريخية والدينية تجاه فلسطين واتجاه شعب فلسطين. رسالتنا في هذا اليوم رسالة وحدة للشعب الفلسطيني، رسالة استمرار المقاومة، التمسك بالثوابت، رفض مبدأ التقسيم مع هذا العدو، رفض الاعتراف بشرعية المحتل على أرض فلسطين، رفض تقسيم هذا البلد بينه وبين الصهاينة. كما ندعو من هذا اليوم إلى وقف كافة أنواع الصراعات المذهبية والطائفية وأزالة الدماء وورقتها، والعودة مجددا إلى فلسطين.